السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سامية فرحان. لا تنسوا الاشتراك والضغط على اللايك. اليوم غنجهزوا طاجين ساهل ولذيذ. غنبداو بزيت العود، غدير واحد المقدار كلين تقريبا معلقة ولا جوج، وما تنساوش سبسكرايب اند لايك. هنا تنزيدوا 3 طماطم مقطعة وتقريبا 5 العويدات ديال المدنوس وثلاثة الريوس ديال الثوم محكوكين. تنخليو هاد المكونات غيتشحروا وغنزيدو عليهم بعض التوابل: الفلفل الاسود، الملح، الفلفل الاحمر وشويه الكمون. ودابا بغيت نشارك معكم واحد الحكمه من ايام زمان. قالوا زمان دير الخير ونساه، البحر راح تبالك والأجر عند الله تلقاه، أما بندم دير اللي درتي ديما تحير معاه. قالوا زمان شحال من فم يهضر بلا ما يفهم. وهنا ضفنا الكفتة اللي خلطتها بشوية البصلة والثومة والملح والبزار، خلصها مزيان ودرتها كويرات. نستعمل الطاجين قطعت البطاطا المكعبات وتاهي ضفتها للطاجين. الطاجين خرج لذيذ ونتمنىكم تجربوا هاد الوصفه اللي درت ديال الطاجين ونتمنىها تعجبكم. ما تنساوش تضغطوا على سبسكرايب واللايك. هذا هو الطبق الاخير، نتمنى يعجبكم. ومرحبا بكم معايا لواحد الخريجه للبحر ولواحد محل تجاري غير خطيفات. هنا شاركت معكم بعض الاشياء اللي عجبتني في المحل التجاري اللي مشيت له. عجبني هاد الديكور اللي بزراق، عجبتني الكاليتي ديالو وبعض المواد التجميليه، نيفيا، حيت بزاف الناس من دول اخرين تيستعملوها، وبعض انا تستعمل هذا اللي بالليموني زوين بزاف. هذا في التوميرو، في هذا الطماطم، عندهم بزاف المنتجات. وانا كاين واحد الشركه هنا سميت الشركه شي مويستر، يعني واحد الشركه عندها بزاف البرودويات ديال الجلد ديال الشعر زوينه، وهما تيحاولوا يستعملوا مواد طبيعيه. انا جربتهم بالنسبه للشعر والجلد وتتعجبني المواد ديالهم والروائح اللي تيستعملوا. هذا انواع ديال الملحه اللي تستعمليها في سميتو الاستحمام باش تريحي العضلات ديالك، يعني تستعملي الماء يكون ساخن او دافئ على حسب الرغبه ديالك، وتحطي في هذاك الملح باش تريح لك الجسد ديالك من هذا العرق او العيا. انا تنجربهم وفيهم بزاف الروائح، فيهم النعناع، فيهم الخزامة. هاد الصابونة تعجبني بزاف، تجيني بحال صابونة كريستال المغرب.
كاين بزاف الحوايج في هذا المحل بالنسبه للمواد التجميليه وجميع الاشياء. هذا واحد من اكبر المحلات اصلا عندنا، سيكون في بزاف هذا. هذه هي الشركه اللي كتبكم شي موستر، وهذا واحد البليغه عجبتني قلت نوريها لكم. عجبني الستيل ديالها سامبل، وان شاء الله نتمنى لكم تشاركوا في القناه وديروا لايك.